الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. نستهلها بالعناوين. الرئيس السيسي يعلن في ختام قمة بالقاهرة اتفاق الشركاء الإقليميين على مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن مساء اليوم النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية. الجيش الوطني الليبي يعلن تطويق سواحل العاصمة طرابلس. أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الختامية للقمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان الاتفاق على مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر. كما توافقنا على أن هناك حاجة عاجلة لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان استنادا إلى سرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. كما استمعنا إلى إحاطة وافية من السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول زيارته الأخيرة إلى السودان ومتابعته للإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية. وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها، كذلك أهمية التخفيف العاجل لديونه. وتوافقنا أيضا على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها، وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديونه. وأكد المشاركون كذلك حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأسرها. كما وجهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاجتماع التشاوري أكد الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة المهمة من تاريخه. قد عكست مناقشاتنا اليوم إرادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق استنادا إلى مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار بالقارة، وإعادة تأكيد التزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه. كما أكد اجتماعنا اليوم الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة المهمة من تاريخه. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمته الافتتاحية أمام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق عليه في هذه المرحلة الفارقة في تاريخه. بتحية تقدير واعتزاز للشعب السوداني الشقيق
الذي أثبت بسلوكه المتحضر والسلمي قدرته على التعبير عن إرادته وطموحاته المشروعة في التغيير وسعيه إلى تحول ديمقراطي قائم على سيادة القانون ومبادئ الحرية وإرساء العدالة وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية، بما يعكس الإرث الحضاري والتاريخي للسودان الشقيق. ونؤكد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما ستوافق عليه في تلك المرحلة المهمة والفارقة في تاريخه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. سعادة السفير، بعد التحية، كيف ترى هذه القمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع في السودان؟ والله الحقيقة تأتي هذه القمة في وقت مناسب تماما نظرا للأحداث التي جرت في السودان وأيضا في ليبيا في الفترة الأخيرة. نعم. هي قمة تشاورية لمعرفة ما يمكن تقديمه من مساعدة الأشقاء الليبيين والأشقاء السودانيين. هذا أمر يهم القادة الأفارقة بشكل عام، واجتمع هنا في القاهرة يعني في وجود الرئيس السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي في هذا العام، وبالتالي فإن شيء جميل جدا ان يجتمع هؤلاء القاده واعضاء من المجلس القاده السوداني لكي يرى ماذا يمكن ان يقدم للسودان الشقيق من مساعده في هذا الوقت الصعب، وايضا ليبيا التي تمر بمؤامره مهمه جدا ضد قدرات الشعب الليبي وعدم تمكين الجيش الليبي من ان يلم الشمل في ليبيا والتخلص من العصابات المسلحة والإرهابيين الموجودين. نعم سعادة السفير، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته في البيان الختامي لهذه القمة على أهمية الدور الأفريقي لحل المشكلات الأفريقية. آليات هذا الدور سعادة السفير؟ الحقيقة الرئيس السيسي يؤمن بأنه يوجد حلول لكل المشاكل الأفريقية عن طريق الطرق السلمية. نعم. الحوار بين المجموعات المتنازعة وبين الأفكار المتغيرة. يؤمن الرئيس السيسي بأن هذا أمر ممكن ولا بد له أن يكون، لا يؤمن أبدا بالحل بالعنف أي باستخدام السلاح باقتتال المواطنين بالحرب الأهلية، لا يؤمن الرئيس السيسي بهذا، وبالتالي فهو يروج منذ أن أتى إلى السلطة في 2014 في مصر بأن يجب على الأفارقة جميعا أن يتبعوا هذا الأسلوب باتباع مبدأ الحوار لحل المشاكل الداخلية، مبدأ أساسي يعني، فهذا هو الذي قرره ويدعو إليه زملاء القارة الأفارقة. نعم أشكرك سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية على هذه المداخلة. ونبقى في الشأن السوداني، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون الأفريقية. أستاذ أيمن بعد التحية، كيف ترى تفهم القادة الأفارقة للوضع في السودان وانعكاسته على الأوضاع الداخلية والاستقرار في السودان بعد قرار الاتحاد الأفريقي الأخير ورد فعل القوى المدنية بالسودان على قرار الاتحاد الأفريقي؟ يعني اعتقد ان ده في مجمله تاكيد على دور مصر الواضح في حل النزاعات الافريقيه واستمرار باب الامن، ويعني انا تقديري ان مصر كان لها دور كبير في دفع القاده الافارقه للتعامل مع بايجابيه مع الازمه في السودان او التغير السلمي في السودان، والحقيقه السودان عبر في مسألة تغيير بشكل ثالث عن روح السودانيين الطيبة يعني الراقية. دور مصر، وده تزامن الحقيقة من حسن الطالع انه تزامن مع وجود الرئيس السيسي على رأس الاتحاد الافريقي، بقيادة مصر على رأس الاتحاد الافريقي هذه الدورة،
والفكر اللي اتبعه الرئيس السيسي زي ما قال سعادة السفير في المداخلة السابقة انه مصر بتؤمن او الرئيس السيسي يؤمن بحل النزاعات بشكل هادئ، والحقيقة ده هو الدور المصري او الرؤية المصرية التي تغيرت خلال عهد الرئيس السيسي من الصدمات والنزاعات والقلاقل والتلاسن الى الهدوء في التعامل مع القضايا والحل الشريف للقضايا المعروضة، حتى وإن كان فيها بتمس لأنها بتمس حياة الأفارقة أو حياة مصر أو حياة المصريين والدول المجاورة، فبالتالي الحلول النبيلة هي الأوفق والأفضل للجميع، لأن الحروب لا طائل منها والنزاعات لا طائل منها، وإحنا شفنا قد إيه أفريقيا يعني انهارت اقتصاديا وانهارت وأصبح في أزمات عرقية كبيرة جدا بين أعراق كثيرة في أفريقيا نتيجة التعامل مع الأزمات بحلول عنيفة. حظ السودان أنه مصر عندها استعادة قدرتها على التوجيه والفعل في القارة الأفريقية وفي محيطيها الإقليميين الدولي الأفريقي والعربي، وأنه ده تزامن كمان مع يعني او برضه ساعده الانتقال السلس للمساله في السودان او التغيير السلس او مرور الاحداث بدون عنف حقيقي كما شاهدنا في بعض البلدان او حتى في مصر في ابان احداث 25 يناير. فالحلول بهذا الشكل وده اللي اتكلم عليه الرئيس السيسي منذ فتره ومنذ تبوؤه لرئاسه الاتحاد الافريقي في هذه الدوره، ان حل النزاعات الافريقيه بشكل سلس وبسيط صحيح. حتى لا تتطور الى مواجهات عنيفه. ماذا عن التوقعات بشان القوى المدنيه في السودان في التعاطي مع هذا الحل؟ يعني هنا الخوف بقى، لانه انت عندك ازمه في السودان، دوله متعدده الاعراق ودوله ثريه سواء بالاعراق او بالثروات ودوله ثريه بالخلافات والنزاعات ايضا، فبالتالي وفيها كثير من المتشددين، احنا عندنا كوكتيل للتشدد او الارهاب الاسلامي موجود في السودان سواء من جماعه الاخوان المسلمين ودول يعني تقريبا تحكموا او توغلوا في كثير من مفاصل الدوله السودانيه. عندنا جماعات القاعده، عندنا جماعات حتى الحزميه الجماعه الجديده الاكثر تشددا والاكثر ارهابا وعنفا موجوده في السودان. فبالتالي هذه الحلول السلسه التي عمل القاده السودانيين في الجيش السوداني المحترم على أن يتجاوزوا الخلاف وساعدتهم القيادة المصرية وتعاطف معهم المجتمع في الدول العربية وأفريقية، يخشى من هذه الحلول من المتآمرين، لأنه المؤامرات على السودان الحقيقة من زمان صحيح مؤامرات صحيح كثيرة تمام. يخشى من الإخوان من الجماعات الإرهابية من القوى الإقليمية التي أثيرت من ما حدث في السودان، يعني تركيا قطر إيران كل هذه القوى وهي أزرع لقوى أخرى دولية. فبالتالي أنا أتصور أنه إخواننا السودانيين يجب أن يكونوا على حذر شديد جدا من الانفلات سواء اللساني أو البدني أو السياسي حتى تستقر الأمور، لأن السودان لا يحتمل هزة في هذه الفترة. نعم، الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون الإفريقية، أشكرك جزيل الشكر. هذا ومن المقرر أن يستضيف الرئيس السيسي اليوم اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي الترويكا للاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي فضلا عن رئيس المفوضية الأفريقية. تناقش القمة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وحرصها على دعم الاستقرار به،
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته، فيما أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلاده، مشيدا بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال. وخلال استقباله رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقتها الوثيقة بجنوب أفريقيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلا عن التشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. تناول اللقاء القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان. وأشار الرئيس السيسي إلى سعي مصر لتنسيق المواقف حيال القضايا الملحة المطروحة على الساحة الأفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وبصفة جنوب أفريقيا عضو الترويكا للاتحاد وكونها عضوا حاليا بمجلس الأمن الدولي. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 7 من مساء اليوم لإعلان النتائج على الاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية في الداخل والخارج. وكانت عملية فرز وتجميع الأصوات قد تواصلت في مقر اللجان الفرعية البالغ عددها 13,919 لجنة فرعية بحضور المتابعين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية. أصدر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي بيانا استعرض خلاله التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع الأجهزة المعنية بالدولة بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم اليوم عرض جهود القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية. القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2019 على اصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن ارائهم بكل حرية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومجابهة أي تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الاستفتاء على الدستور وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة في محيط اللجان والمراكز بكافة محافظات الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والمجرى الملاحي لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد أي تهديدات تضر بالأمن القومي المصري. كان هناك تنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية للدولة بجميع محافظات الجمهورية، واعتبارا من الساعات الأولى لبدء عملية الاستفتاء على الدستور وحتى نهاية اليوم الثالث لم تتلقى مراكز العمليات أي بلاغات أو شكاوى من شأنها أن تعيق عملية الاستفتاء، مع قيام عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتأمين لجان الفرز في جميع المحافظات المصرية وتأمين نقل صناديق الاقتراع من المقار الانتخابية إلى اللجان الفرعية والعامة ولجان المحافظات، بالإضافة إلى نقل الصناديق الخاصة بالمناطق النائية والحدودية بواسطة المجهود الجوي المخصص بعد انتهاء أعمال الفرز، مع استعداد المجهود الجوي المخصص لنقل القضاة من جميع الهيئات القضائية لصالح عودتهم من المراكز الحدودية والنائية بعد انتهاء أعمال الفرز. وفي النهاية تتوجه القوات المسلحة بالشكر والتقدير لجميع المواطنين على المظهر المشرف والحضاري خلال أيام الاستفتاء على الدستور ودعم عناصر التأمين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بما يليق بشعب مصر العظيم كما عهدناكم دائما، ووصولا للصورة المشرفة التي ظهرت بها عملية الاستفتاء. حفظ الله مصر وشعبها.
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء سريعا من تدريب العاملين في هيئات التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد. جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة لمتابعة بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع مسؤولي هيئات التأمين الصحي الشامل بحضور عدد من الوزراء، أكد أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظام صحي تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها، وذلك وفقا لمعايير قومية لجميع المواطنين على السواء. وخلال زيارته لمحافظة بورسعيد، تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام بالمحافظة، استعدادا لتقديم خدماتها للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحي. واستمع رئيس الوزراء لشرح مفصل حول الأقسام المختلفة بالمستشفى وتجهيزاتها لدخول منظومة التأمين الصحي. كما تفقد مدبولي مركز الخدمات اللوجستية بالمحافظة، وأكد سعي الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، وأشار كذلك إلى أن النظام الجديد سيحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية، حيث يسهم في تيسير ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي لتصل إلى المستويات العالمية. أعلنت مصادر في الجيش الوطني الليبي أنه تم إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق بعد محاولتها قصف قاعدة الجفرة. من ناحية أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي أن القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للجيش نجحت في تطويق ساحل العاصمة طرابلس بالكامل. وأكد أن القوات البحرية الليبية متواجدة على بعد 7 كيلومترات فقط من شاطئ ساحل العاصمة طرابلس، مشددا على أنه لن تدخل أي سفينة أجنبية محملة بالسلاح لهذه المنطقة مهما كلف الأمر. أعلنت مصادر في الجيش الوطني الليبي أنه أسقط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق بعد محاولتها قصف قاعدة الجفرة. من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي إن الجيش يعمل على فتح جبهات جديدة في طرابلس في إطار المعركة الرامية إلى دحر الجماعات المتشددة من العاصمة الليبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري. وأضاف أن قوات الجيش تحقق تقدما ميدانيا ممتازا، مؤكدا أنه لن يتوفر للمجموعات الإرهابية أي ملاذ آمن في ليبيا رغم الأموال الضخمة التي تدفع في الداخل والخارج لتشويه صورة الجيش على حد قوله. شن الطيران الحربي الروسي سلسلة من الغارات الجوية صباح اليوم، دمر خلالها أهدافا عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة في محيط مدينة إدلب.
وأفاد مصدر عسكري بأن المقاتلات الروسية نفذت 18 غارة جوية تركزت على بلدات كورين وفليون وبكفلون بمحيط مدينة إدلب ومحيط سجن إدلب المركزي. وأكد المصدر أنه تم تدمير عدة آليات للمسلحين بالإضافة إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة وأسلحة، إضافة إلى إفشال عملية نقل العتاد والذخيرة إلى المحاور المستهدفة. اقتحم نحو 22 ألف مستوطن الحرم الإبراهيم المغلق في وجه المواطنين الفلسطينيين والمصلين المسلمين، وأدوا صلوات تلمودية بحماية جيش الاحتلال. ووصلت حافلات المستوطنين أمس إلى مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة تزامنا مع عيد الفصح، واقتحموا الحرم الإبراهيمي حيث أدوا طقوسا تلمودية في وسط مدينة الخليل. وتتعمد سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي بشكل كلي في وجه المصلين طيلة فترة الأعياد اليهودية. حذرت الولايات المتحدة جميع الدول التي لا تزال تشتري النفط الإيراني من فرض عقوبات عليها في حال استمرارها في شرائه بدءا من مايو المقبل. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد أن العقوبات الأمريكية كبدت طهران خسائر تقدر بعشرة مليارات دولار كانت تستخدمها في دعم الإرهاب وتطوير الصواريخ حسب قوله. وكانت واشنطن قد أعادت فرض عقوبات في نوفمبر الماضي على صادرات النفط الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إعفاء بعض الدول الحليفة من تلك العقوبات بصفة مؤقتة. بانوراما المتواصلة معكم نتابع فيها بعد الفاصل. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا. حقل ظهر. حقل ظهر من الاكتشافات البترولية اللي غيرت موقع مصر في مجال الغاز الطبيعي. حقل ظهر على بعد 190 كيلومتر من سواحل مدينة بورسعيد وعلى أعماق تجاوزت 4100 متر. بعد 28 شهر بس من تحقيق الاكتشاف بدأ الإنتاج. الطبيعي في العالم كله بياخد من 6 ل 8 سنوات للوصول لمراحل الإنتاج. حقل ظهر تضاعف إنتاجه 6 مرات من 350 مليون أدم مكعب غاز ل 2 مليار مكعب يوميا، ولسه مكملين علشان يوصل ل 3 مليار السنة دي. حقل ظهر خلى مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. حقل ظهر وباقي الاكتشافات البترولية بتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وكمان بنصدر. عاش ولادك يا مصر. مصر بتتقدم لينا، مصر بتتقدم بينا. ونتحول لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال مع الزميلة عبير شوشة. أهلا بك يا عبير، وما التفاصيل المتوفرة لديك؟ شكرا غادة ومحمد، لدي الكثير من التفاصيل. يمكن على رأس هذه الأخبار والتفاصيل خبر يتحدث عن مشروعات في مجال البترول، خلونا نتعرف على التفاصيل في النشرة. أهلا بكم مشاهدين، هذه أخبار الاقتصاد وأهم ما فيها. وزير البترول يعلن عن تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد باستثمارات 2.3 مليار دولار. أهلا بكم. قال وزير البترول طارق الملا إنه جاري تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد على أرض محافظة أسيوط بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار. وخلال زيارة تفقدية للوزير لتوسعات معمل تكرير أسيوط، أكد الوزير أن المشروعين الجديدين سيسهمان في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة. وأضاف الملا أن زيادة طاقات التكرير تمثل أولوية للوزير
الوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف من خلال المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم مشروع مصر القومي لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول. افتتح وزير الاستثمار وقطاع الأعمال فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية الذي يشارك في تنظيمه 16 بورصة عربية وأكثر من 500 خبير استثمار ومدير صناديق استثمار من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم. وخلال الافتتاح أكدت وزير الاستثمار سحر نصر أن الإصلاحات الشاملة التي طبقتها مصر على مدار السنوات الماضية نجحت في زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة بلغت 4% رغم الظروف والأوضاع التي شهدتها الأسواق العالمية من تراجع في معدلات الاستثمار المباشر. من جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن طرح الشركات الحكومية بالبورصة هو جزء من عملية الإصلاح الاقتصادية ويعد أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص. واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة باستمرار غياب السيولة تأثرا بقرب موسم عطلات طويل نسبيا يمتد من الخميس المقبل وحتى غالبية أيام الأسبوع التالي بمناسبة أعياد تحرير سيناء والقيامة وشم النسيم وعيد العمال، مع تفضيل المستثمرين تأجيل اتخاذ أي قرارات استثمارية لما بعد العودة من العطلات. وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3.2 مليار جنيه ليسجل مستوى 801.8 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 700 مليون جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.5% وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 تراجعا هامشيا بنسبة بلغت 8%. وقع البنك المركزي المصري مذكرة تعاون ثلاثية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والمعهد المصرفي المصري، وذلك لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الإفريقية. وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إن المذكرة الموقعة تتوافق مع توجه الدولة لتعزيز التعاون مع الأشقاء في كافة الدول الإفريقية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الإفريقية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسمين توضيحيين سلطا من خلالهما الضوء على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تؤدي إلى تحسن الاقتصاد الكلي. وكذلك إعلان وكالة موديس رفع التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من 3B إلى 2B. وأبرز الرسم أبرز أيضا الرسم التوضيحي توقعات فيتش استمرار صدارة الاقتصاد المصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019-2020. كما استمر الاستثمار كما محرك رئيسي للنمو على المدى القريب. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربية دكتور محمد سعيد العصار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي والبنك الزراعي المصري والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لترويج وتسويق منتجات الشركة. يهدف البروتوكول إلى قيام الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي بالتسويق والترويج للمعدات الزراعية
المتنوعة التي ينتجها المصنع مثل المحاريث، ماكينات الفرم، المكابس والمقطورات الزراعية ومعدات الري، مما يسهم في تسويق هذه الآلات ونجاح مشروعات التنمية الزراعية. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى زميلي محمد وغادة. شكرا لك يا عبير. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا. يأتي هذا فيما أعلنت سريلانكا حدادا وطنيا على أرواح 310 قتلى سقطوا في الاعتداءات التي تزامنت مع الاحتفال بعيد الفصح. حداد وطني فرض على المواطنين الصمت حزنا على أرواح 310 أشخاص سقطوا في اعتداءات سريلانكا الدامية التي وقعت يوم عيد الفصح وكانت الأكثر دموية في جنوب آسيا، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد. في غضون ذلك شيع مئات الأشخاص جثامين ضحايا الاعتداءات وهم بالكاد يحبسون دموعهم في كنيسة سانت سيباستيان التي كانت ضمن الكنائس المستهدفة وأدخلت النعوش الواحد تلو الآخر. تزامنا أعلنت المملكة المتحدة تنكيس الأعلام على مبانيها الحكومية حدادا على أرواح ضحايا سلسلة الهجمات التي استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو في الوقت الذي أعلنت فيه أستراليا أن فريقا من الشرطة الفيدرالية الأسترالية سيشارك في التحقيقات حول التفجيرات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا واستهدفت عدة كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. مصادر بالتحقيقات أفادت بأن اعتداءات سريلانكا قد تكون منفذة بدعم دولي، حيث أوضح متحدث باسم الحكومة أنه ليس من الممكن أن تكون جماعة متشددة صغيرة وراء عملية انتحارية بهذا الحجم. وبعد إجراء تحقيق أولي للحادث، أعلن نائب وزير الدفاع السريلانكي أن تلك الاعتداءات جاءت كرد انتقامي على هجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا. وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,200,000 شخص من إجمالي السكان الذي يقدر ب 21 مليون نسمة، حيث يشكل البوذيون 70% من سكان سريلانكا، إلى جانب 12% من الهندوس و 10% من المسلمين و 7% من المسيحيين. ويعتبر الكاثوليك بمثابة قوة موحدة في هذا البلد، إذ يتوزعون بين التاميل والغالبية السنهالية، غير أن بعض المسيحيين يواجهون عداء لدعمهم تحقيقات خارجية حول الجرائم التي ارتكبها الجيش السريلانكي بحق التاميل خلال الحرب الأهلية التي انتهت عام 2009. أكدت وسائل إعلام كورية شمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون سيزور روسيا لعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزيارة ستتم قريبا دون أن تورد تفاصيل عن توقيتها أو مقر انعقادها. من جانبه أبلغ المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الصحفيين اليوم بأن بوتين وكيم بصدد اللقاء بحلول نهاية الشهر الجاري. بانوراما المتواصلة معكم نتابع فيها بعد الفاصل. الأمير ويليام وزوجته كيت ينشران صورا للأمير لويس بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الأول. نشر الأمير ويليام وزوجته كيت صورا لأصغر أبنائهما الأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده الأول. وأعلن قصر كنزينغتون المقر الرئيسي لدوق ودوقة كامبريدج أن الصور الثلاث التقطتهم كيت خلال الشهر الجاري في منزل الأسرة الواقع في نورفولك في إنجلترا. يذكر أن لويس يحتل الترتيب الخامس لاعتلاء عرش إنجلترا بعد شقيقيه الأمير جورج والأميرة تشارلوت. وختاما تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يعلن في ختام قمة بالقاهرة اتفاق الشركاء الإقليميين على مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن مساء اليوم النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية. الجيش الوطني الليبي يعلن تطويق سواحل العاصمة طرابلس. ختام بانوراما nile.eg هو موقعنا على شبكة الانترنت لمن أراد المزيد.